تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، إصلاح المرتقبون التزمت به الحكومة بهدف تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة المجتمعية. التعديلات المرتقبة تنظيمها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تهم الزيادة في النسبة الجزافية للخصم للتكاليف المرتبطة بالوظيفة أو الشغل من 20% إلى 35% للأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي الإجمالي الخاضع للضريبة عن أو يساوي 78,000 درهم. مع ذلك فإن هذا المعدل الجزافي محدد بنسبة 25% للأشخاص الذين يزيد إجمالي دخلهم السنوي الخاضع للضريبة عن 78,000 درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 إلى 35,000 درهم. اليوم حين نتحدث عن مسألة مراجعة الضريبة على الدخل، هناك إكراهين أساسيين. الإكراه الأول بالنسبة لموازنة الدولة التي تسعى إلى الحفاظ على التوازنات المالية، وبالتالي أن أي زيادة وأي مراجعة بالسلب لهذه النسب قد يؤثر على مداخل الدولة الضريبية. في المقابل هناك إكراه آخر لا يقل حدة وأهمية عن هذا الإكراه، ألا وهو الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، والتي تشكل نسبة الموظفين منها نسبة جد كبيرة، وبالتالي هي تعرضت لضغط كبير خلال فترة الجائحة، ضغط أكبر خلال الفترة الراهنة، ضغط سيكون أكبر خلال الفترة المرتقبة والتي من المرتقب أن تكون هي أيضا فترة أزمة تضخمية وأزمة ركود. أتمنى من خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي أن خاص المتعلق بمراجعة نسبة الضريبة على الدخل أن يتم التوافق على صيغة توافقية بما لا يرهق موازنة الدولة، ولكن في نفس الوقت يراعي أن الموظف وأن الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة والطبقة الفقيرة اليوم هي تعاني. تحسين دخل موظفي القطاع العام من خلال تخفيض الضريبة على الدخل أمر يعتبره الموظفون غير كافٍ لتحسين أوضاعهم المادية في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تعيشها المملكة على غرار باقي دول العالم. هاد العملية اللي بغاو يديروا أو اللي داروا اللي صدقوا عليها يمكن ولا شنو، يعني أنه راه ما كاين لا زيادة لا والو، يعني الا بغاو يديروا هذا الاصلاح ديال 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 الاجور راه كيخص الضريبه تنقص بواحد الشكل كبير باش يمكن، ولكن هذا الشيء هذا رغم ذلك واخا ينقصوا راه خص الزياده في الاجور، خص التفاته، راه الموظف مضرور. الحدود الساعه ما عندناش شي حاجه اللي هي رسميه، ولكن الشيء اللي خرج دابا من عند بعض المركزيات النقابيه كيبين على انه هذا الشيء اللي دارت الحكومه ضعيف مقارنه مع يعني التراجع ديال القوه الشرائيه للمواطنين والزياده في الاسعار. فكنا كننتظروا على ان الحكومه دير فعلا واحد اصلاح حقيقي ديال الضريبه وتمشي كذلك مع التصور اللي كانت غاديه به ديال الاصلاح الجبائي، اللي اليوم حنا كنشوفوا على ان الاجراء هم الفئه الوحيده اللي كتخلص الضريبه من المنبع. فاحنا كنشوفوا على انه هادشي ضعيف بزاف وما يمكنليش يحسن اولا القوه الشرائيه للموظف، وكذلك غيبقى الموظف كيعاني طيله هاد الايام، خصوصا كتعرفوا على نسبه التضخم مرتفعه بزاف في المغرب. تخفيض الضريبه على الدخل التي اقرتها الحكومه ستكلف هذه الاخيره ميزانيه مهمه، وبالتالي فان انخراط قطاعات اخرى بما فيها الاعمال الحره في الانماء الضريبي ضروره ملحه لتحقيق التوازن.